السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للعائلة ديالنا، كي دايرين؟ نتمنىكم كاملين بخير اخواني اخواتي، وتكونوا في صحة جيدة كالعادة، وهذا هو الشعار ديالنا. حنا ديما عاودناكم وجبنا لكم الجديد، ما كنغبروش عليكم، وفي المطرح الجديد نتوما الاولين لحقاش عزاز وعزاز بزاف، كنبغيو كلشي يستافد ويبارطاجي مع الناس اللي عزاز عليه ومع الحباب ديالو، باش كلشي ياخد فكرة على الجديد اللي كيجيب لنا بيه، واي حاجة طاحت في الصولد نتوما الاولين. عندنا واحد البروموسيون فيها واحد ستوك ليميتي، غتبدا ان شاء الله حتى هي من الجمعه سبتمبر 8 سبتمبر ان شاء الله. جايب لنا فيها التلفازه، جايب لنا فيها بزاف الحوايج، وان شاء الله كاين كتالوج اخر. هادو اللي طاحوا حاليا، اي حاجه طاحت راك نتوما الاولين نسبقوكم. غنبداو ان شاء الله الفيديو ديالنا. قبل ما نبداو، اللي غيعجبو الفيديو يشاركنا بجيم ديالو كالعاده، ويشاركنا بواحد كومونتير بحالو يكون زوين، ويشارك مع الناس اللي عزاز عليه، واللي ما مشاركش يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد في كل لحظه. هذا مكان. قبل ما نبداو الشعار ديالنا، غنبداو هو نصليو على النبي ديما، وديك الساعه ندخل الفيديو. نبدا اسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. وغنبداو بالمنتوج الاول اللي هو هاد التلفازة، هادي 65 بوص سمارت تي في، هادي رفتنا هضرنا عليها، راه كاينة في القناة اللي بغا يشوف الريفيرونس ديالها باش ما نطولوش على الناس العزاز ديالنا. هاد التلفازة هادي 65 بوص، الثمن ديالها داير 5000 درهم، اللي هي 100000 ريال. جايبلنا الباك ديال الكوزينة عاود، كيتكون من تروبيس، فيه لاهوت وفيه لا كويزين وفيه الفرن كاستري. هذه الثمن ديالها كانت كدير 2200 درهم، حاليا راه مقسوم لنا 200 درهم، اللي ولات 2000 درهم، اللي هي 40000 ريال. كذلك لاف فيسيل، الغساله ديال الاواني ردوها، اللي من هوم ماكس، كلشي هادشي هضرنا عليه باش ما نطولوش الفيديو، انا نعطيو فكره. هاد الغساله الاواني هادي راه كانت دايره هي 2200، ردناها ب 2000 درهم اللي هي 40000 ريال. الناس اللي كانوا يسولوني واش كتاكل الضو، راه هادي ما كتاكلش الضو لحقاش انرجيك بزاف، فيها ا دو بلوس. كذلك جابوا لنا هاد هادي، راه هضرنا عليها في فيديو سابق، حتى هي هاد الماطله هادي اللي كتكون مجموعه، ومن بعد كتحط كتجي لاصقه في الناموسيه. هادي الثمن ديالها راه 1000 درهم، اللي هي 20000 ريال. كذلك جابوا لنا واحد التشكيله ديال البيموات مخلط، هادشي فيه دانون، فيه بزاف ديال الحوايج مخلطين. هادي كلها اثمنه تخفيضيه دايرينها، الناس اللي باغا تستافد منها علاش لا. تملي لانجات من دانون، راه غير جوج دراهم اصلا، هم مزادوش في دانون. دانا بخلاص ب50 ريال. هاد لي لانجات راه كان كيدير 15 درهم، راه دينو ب12 درهم. هذا بصراحه زوين، وزوين بزاف، فايز مستعملو للدري وما كيخطانيش عندي في الدار. باقي معانا الكتالوج اخر، ندخلو ليه ونشوفوه حتى هو باش ما نطولوش يجيكم فيديو طويل. هذا هو الكتالوج الثاني، هذه حتى هي كلها اثمنه تخفيضيه كما كتشوفوا قدامنا. تم الحليب راه دينا غير ب9 دراهم، حنا في قنيطرة هنا عندنا داير 8.90، جبتو البارح بصراحة. كاين تخفيض في هاد لانشون هذا اللي كان كيدير 10 دراهم، راه دينا ب7 دراهم، اللي هي 140 ريال، فيه 350 غرام. كاين تخفيض في هاد الشاي الأخضر هذا ديال العز، كان كيدير 15 درهم، نقسم له 3 دراهم ولا ب12 درهم، اللي هي 240، فيه 200 غرام. كذلك عندنا اتاي النشوة، تا هو 200 غرام،
راه صفيت مصوره لكم مباشره من بين فيه 200 غرام، حتى هو كان كيدير 17 درهم ونص، رادينه ب 15 درهم اللي هي 300 ريال. كذلك عندنا الشاي الاخضر ديال العز فيه نص كيلو كان كيدير 36 درهم، رادينه ب 30 درهم اللي هي 600 ريال، النقص ديال 6 درهم. كذلك عندنا واحد الشوكولاته للدهن، هذا السطل هذا كان كيدير 40 درهم، ردوه ب 35 درهم اللي هي 700 ريال، فيه تقريبا كيلو اي 900 غرام، كيدير الثمن ديالو 700 ريال. كذلك عندنا رقائق الذرة، عندنا لي كونفليكس هادو، المهم اشكال متنوعة ومختلطة، الثمن لي بيمو. حتى هنا دايرين داك المناديل الرطبة لي لانجات، راه هو. وعندنا واحد العصارة القهوة داخلة في هاد الأثمنة التخفيضية، راه كانت كدير 80 درهم، طيحوا منها النص خلاوها غير ب 40 درهم هي 800 ريال. وكذلك عندنا العلبة ديال الوجبات هادي ديال الدراري، صاك بواطا كوتي، كانت كدير 9 درهم، ردينا غير 4 درهم ونص اللي هي 90 ريال. وكذلك حتى من الكلينيكس راه كان كيدير 6 درهم ونص، ردوها ب 4 درهم ونص اللي هي 90 ريال، فيها 4 ديال لي مشو 4 الباكيات ديال كلينيكس. هادشي اللي كاين وهادشي اللي طاح عندنا في الجديد، اي حاجة طاحت جديدة راه نتكلموا عليها ونعطيكم الجديد ثم الجديد. نتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تبخلوش عنا بالجيم ديالكم، ما تنساوناش الله يسهل عليكم بلي بارطاج باش الناس يوصلهم، راه كل جيم كتخلي الفيديو يطلع باش يوصل للناس اخرين. شكرا لكم التتبع، الى فيديو لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احبكم في الله.